مرحبا بكم أعزائي المشاهدين من وعلى شاشة الموصلية. اليوم مايك الموصلية موجود في مستشفى السلام التعليمي. اليوم راح نتابع أهم الخطوات اللي خطتها هذا المستشفى، وراح نشوف شو مسوين من مستجدات في غرف العمليات، وشنو الجهود المبذولة بهذا المستشفى، وشنو المعوقات مالتهم. راح نعطيهم المايك، مايك الموصلية أعزائي المشاهدين، برنامج يتناول مشاكل أهالي الموصل وحتى دوائر الدولة الموجودة ضمن محافظة نينوى. المايك هذا راح يتحول أعزائي المشاهدين للمنتسبين وللمدير المستشفى وللإدارة ومن ثم للمراجعين، حتى نعرف عن كثب شنو معاناتهم وشنو الحلول المرجوة من هذا أو من هذا البرنامج. أيضا أعزائي المشاهدين راح نذكركم بأنه قبل قليل جت سيارة تحمل أدوية، وهاي الأدوية اجت قبل قليل، وهاي راح نضمها لبرنامجنا ونشوف كم كمية الأدوية اللي وصلت إلى المستشفى. إذن أعزائي المشاهدين كونوا معنا مع مايك الموصلية. عندنا هذا باب مدخل المستشفى السلام الرئيسي، عندنا هاي العياده الخارجيه نستقبل بها الحالات المرضيه من بعد الساعه 2، الحالات المرضيه البارده والحالات المرضيه الطارئه نستقبلها في طوارئ مستشفى الداخليه. عندنا الحمد لله توفرت لنا الحراسات قبل اسبوع في المستشفى، وعندنا ادويه شرابات وحبوب انواع مختلفه في الاستشاريه الخارجيه اللي تفتح بعد الساعه 2 الى 6 مساء. هنا دخلنا غرفة التروما روم اللي هي نستقبل بها الحالات المرضية الحرجة من إصابات وجرحى في مستشفى السلام التعليمي. نستقبل الحالات الخطرة مفتوحة هذه الغرفة على مدار 24 ساعة. فيها موجود متواجد عندنا كوادة تمريضية وطبيب متابع لغرفة الطوارئ. عندنا هذه غرفة الطبيب في مستشفى السلام التعليمي، يتواجد فيها أطباء المقيمين الدوريين بالإضافة لأطباء المقيمين الأقدمين. يستقبلون هنا المرضى في معاينة من المشاهد من قبل الطبيب، ثم بعد ذلك يحولون إلى التروما روم أو يحولون إلى غرفة الممرضين فيما بعد. تواجد هنا عندنا يوميا صباحا 6 أطباء مقيمين دوليين لعلاج المرضى وإسعافهم. الآن سوف ندخل غرفة الممرضين في مستشفى السلام التعليمي. هنا الكادر التمريضي، يتواجد الكادر التمريضي لاستقبال المرضى بعد معاينتهم من قبل الطبيب في الغرفة المجاورة لغرض إجراء اللازم لهم وإدخالهم إلى الرتات داخل المستشفى إن شاء الله. هنا يتواجد ردهة الرقود للرجال في مستشفى السلام التعليمي، وذلك بعد معاينته من قبل الطبيب وجاء اللازم لهم من قبل الممرض، يتم ادخالهم الى غرفة الرقود هذه في مستشفى السلام التعليمي. بطل اكسجين، جيب بطل اكسجين وبليمي. شباب، هذا الخط الاحمر لغرفة العمليات في مستشفى السلام التعليمي، نستقبل الحالات الاصابات المرضية من جميع انحاء الموصل حتى من الجانب الايمن، واي حالات ايضا من المنظمات الانسانية المتواجدة على مدار الساعة لمدة 24 ساعة يوميا، وايضا نستقبل احالات من المستشفيات الاخرى في الموجودة في الجانب الايسر من المدينة. هنا وحدة العناية المركزة في مستشفى السلام التعليمي، هذه الغرفة لاستقبال المريض بعد حالته من الطوارئ. يتواجد عندنا طبيب متواجد على مدار 24 ساعة في الطوارئ في العناية المركزة لاستقبال المريض ومتابعة المرضى الراقدين في داخل العناية. والآن ندخل وحدة الخدج في مستشفى السلام التعليمي، هنا نستقبل الأطفال بعد إجراء عمليات الولادة لغرض إنعاشهم وإجراء اللازم لهم من قبل الكادر التمريضي والطبيب المتواجد في الصالة. أيضا تم المتابعة لهم أيضا من قبل طبيب الأطفال في حالة احتياج لأي تدخل من قبل طبيب الأطفال. موقع السلام حد أحسن هاي. يلا تسهر الصبح زين.
بعد إجرائنا لجولة كاملة في مستشفى السلام التعليمي وملاحظتنا لحجم الاستقبال الموجود في المستشفى من الطوارئ إلى الأقسام الباقية من النسائية والخدج والعمليات والعناية، نود أن نتحدث عن المشاكل التي نواجهها في المستشفى. إلى قبل تقريبا أسبوع كنا نعاني من مشكلة افتقار للأجهزة الأمنية في مدخل المستشفى الرئيسي من أجل حراسة المستشفى. بعد جهد جهيد حصلنا على الحراسات للمستشفى، واليوم والحمد لله وفي أول يوم تأخذ القوات الأمنية الحراسة في بوابات المستشفى الخارجية. أيضا نعاني من مشكلة افتقار الأدوية الأساسية في المستشفى في قسم الطوارئ، وذلك لعدم تجهيز، لا يوجد عندنا تجهيز من المباشر من الوزارة، اعتمادنا على الأدوية القديمة المخزونة في مخازن السلام القديمة والأدوية التي تأتي لنا من المنظمات الإنسانية في أغلب الأحيان. أيضا نعاني أيضا من مشكلة عدم صرف الرواتب لكوادر المستشفى بصورة عامة، ما عدا كوادر الوجبة الأولى الذين لا يشكلون نسبة 5% من كوادر المستشفى الحاليين الذين يعملون في المستشفى. فذلك يؤدي، خصوصا نحن مقبلون على الشهر الكريم رمضان إن شاء الله، وفي هذا الشهر أكثر بالعوائل في حاجة إلى تجهيز وما إلى ذلك، وجميع الكوادر في حالة يعني صعبة، حالة صعبة جدا من ناحية المادية، وذلك لتأخر الصرف وعرقلة صرف الرواتب للموظفين في المستشفى. أيضا نعاني من مشكلة عدم توفر الأشعة في المستشفى، ليس كأجهزة ولكن كأفلام أشعة لا تتواجد لنا في المستشفى، وطالبنا عدة مرات بصرف أو تجهيز المستشفى، ولكن لحد الآن لا توجد لنا أجهزة، لدينا أجهزة أشعة يعني أشعة متواجدة في المستشفى. طالبنا أيضا بتحويل قسم من الأجهزة المتطورة الموجودة في بعض المراكز الصحية التي لا تستقبل هذا العدد الكبير من المرضى، طالبنا بتحويل الأجهزة الأشعة المتطورة منها لمستشفى السلام التعليمي، وذلك لأنها المستشفى التي تستقبل أغلب الحالات من خارج الجانب الأيسر، من الجانب الأيمن، من الأقضية، من جميع المنظمات الإنسانية المتواجدة في المدينة، جميعها تتم الإحالة إلى مستشفى السلام التعليمي، لذلك طالبنا بتحويل هذه الأجهزة من المراكز الصحية إلى المستشفى لأجل استمرار الخدمة، استمرار خدمة العمل فيها، ولكن لحد الآن لم تحول لنا هذه الأجهزة. أيضا هنالك مشاكل في بعض المشاكل في يعني نحتاج أيضا إلى عمال خدمات أكثر، عمال الخدمة موجودين عدد محصور، وذلك لعدم صرف أيضا عدم تواجد مبالغ لصرف رواتبهم اليومية. أيضا مشكلة الدار والسكن في المستشفى، إن مستشفى السلام فيما سبق يعني تحتوي على عدد كبير من الأطباء والكوادر، ويوجد في المستشفى القديمة كان هنالك دار كبير، حاليا الدار الموجود صغير ولا يفي بالغرض، وعملنا على شكل كرفانات خارجية لذلك كحل مؤقت لأجل إسكان الأطباء الذين يأتون لنا من خارج المحافظة ومحافظات العراق الباقية، ولكنه ليس بالحل الدائمي. فلذلك أيضا نطالب من قبل الوزارة بصرف مبالغ أو تخصيص مبالغ لأجل إعمار دار بسيط للأطباء لكي يتم إيواء الأطباء الذين يأتون من خارج المدينة. أكثر ما نعاني منه في الوقت الحالي هو مشكلة الرواتب للموظفين الذين لم تصرف رواتبهم، والذين بدأوا وساهموا في إنشاء هذه المستشفى من العدم، من مستشفى السلام القديمة، بتوافر جهود الكوادر الوسطية والكوادر التمريضية والكوادر الهندسية والإدارية والإعلامية في المستشفى، وبجهود مدير مستشفى السلام التعليمي دكتور فراس عقراوي ودكتور رعد عبد الهادي معاون المدير، تم افتتاح هذه المستشفى من قبل ما يقرب من 4 أشهر، ولكن إلى حد الآن ظهرت التصاريح الأمنية لأكثر من مرة للكوادر المستشفى، ولكن لحد الآن لا يوجد أي تخصيص أو صرف للرواتب ومستحقات الموظفين، حتى ولو لشهر واحد لا يوجد صرف لمستحقات الموظفين في مستشفى السلام. Thank you.
تستمر معك الموصلية بتفقد أحوال المواطنين وبتفقد كل شرائح المجتمع. واليوم احنا مثل ما ذكرناكم احنا في مستشفى السلام التعليمي، هذا المستشفى اللي بدأ يخطي خطوات إيجابية نحو توفير الصحة أو توفير المستلزمات الطبية والكوادر الموجودين اللي يعملون. وهسه راح ندخل للمدير مدير المستشفى وراح نسأله بعض الأسئلة وكونوا ويانا وراح نتقدم إلى إن شاء الله. وبالبداية احنا نهني نقول السلام عليكم. مرحبا أستاذ، شلون صحة؟ أستاذ احنا اليوم راح نسلم بيدك المايك، وبرنامج مايك الموصلية هي يعني معناه انه راح نعطيك المايك وانت راح تحكي جنابك عن المستجدات بالمستشفى وايضا الاحتياجات. وايضا ذكرنا قبل قليل انه اكو سيارة ادوية، شاحنة ادوية وصلتكم، فتفضل جنابك. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا احب انا صحة بأنه أنا دكتور وليد السبع معاون المدير، يعني مدير القسم الفني، سيد المدير دكتور فراس عقراوي معاون مدير صحة دائرة نينوى. بسم الله الرحمن الرحيم. مستشفى السلام افتتحت قبل 4 أشهر بعيد منتسبيها وعملوا ليل ونهار لبناء هذه المستشفى من أنقاض تلك المستشفى المدمرة في هذا الموقع البديل مستشفى الشفاء، وتم استقبال المرضى وعلاجهم وتوسيع أقسام المستشفى، المختبرات، الأشعة الباطنية. حقيقة عملوا ليل ونهار لإنجاز وإيصال المستشفى إلى ما وصلت إليه. نستقبل يوميا عدد كبير من المرضى، أكثر من 100 مريض في الطوارئ، إجراء عشرات العمليات سواء عمليات نسائية قيصرية أو عمليات جراحية كبرى وفوق الكبرى. والحمد لله ماضين في هذا العمل رغم ظروف صعبة، ولكن مساعدة الخيرين في مساعدة المستشفى فلهم الشكر جميعا، من مؤسسات حكومية أخرى، من مواطنين خيرين يساعدونا، منظمات خيرية أقصد. فالجميع يساعد في بقاء وديمومة هذه المستشفى خدمة لأهلنا في الموصل. إلا أن هناك مشكلة كبيرة جدا نعاني منها كمنتسبين دار الصحة نينوى، ألا وهي عدم صرف الرواتب لحد الآن. المنتسبين يعملون لمدة 4 أشهر بدون راتب. فعلى المسؤولين أن يسعوا في صرف رواتبهم. المستشفى قدمت خدمات كبيرة لأهالي الموصل من ناحية استقبالا في الطوارئ وإجراء العمليات الطارئة، من ناحية ردهة الأطفال، استشاريات اللي موجودة في الموقع البديل في مركز تأهيل المعوقين تستقبل يوميا ما بين 600 إلى 800 مريض. العمل مستمر، لكن أكو مشكلة أساسية يجب أن تحل، وإلا حقيقة يعني المنتسبين في انهيار نفسي ومادي. 4 أشهر بدون راتب تعني أنه لا مولدة، لا إيجار، لا اشتراك، لا حقيقة مشكلة. أرجو من المسؤولين، كما أنه المنتسبين ساهموا في بناء المستشفى، أنه يحلون مشكلتهم في صرف الرواتب. ما قصرت دائرة الصحة، ما قصرت الوزارة. يقولون أنه المشكلة حاليا يم وزير المالية. أدعو باسمي وباسم منتسبي مستشفى السلام، إذا كان الموضوع يم وزير المالية فخليه يصرف الرواتب. نعم، تصلنا أدوية، نعم تصلنا مساعدات، الخيرين موجودين من أهالي هذه المدينة وخارج المدينة. نعم، ولولا هذه المساعدات
ما كان وصلت المستشفى وتعالج يوميا هذا العدد الكبير. نعم أكو معوقات، نعم أكو مشاكل، ولكن الحمد لله على ما نحن عليه. وصلتكم مساعدات الصحية؟ نعم تصلنا مساعدات زين من كثير جهات خيرية، إضافة أنه تصلنا أدوية أيضا من مخازننا اللي حاليا موجودة في الأربيل زين دائرة الصحة حسب المتوفر، وإلا يعني صعب استمرار هذه المستشفى بدون هذه المساعدات. ولكن أؤكد أن المنتسبين بحاجة إلى رواتب، بحاجة إلى قوت عيشهم زين، أطفالهم تعبوا. مستمرين أعزائي المشاهدين من شاشة الموصل إلى شاشة كل أهل الموصل وبالأخص العراقيين كلهم، ننقل لكم وقائع هذا المستشفى عبر هذه الشاشة لكي يعلموا حتى المواصلة اللي بالخارج المفروض يشاهدون المستشفى. إحنا اليوم دورنا كموصلية يعني هذا الكلام موجه إلى كل أهالي الموصل اللي خارج القطر الأثرياء. أنتم اليوم عليكم عبء كبير، الوطنية والشرف والمساعدة والمهنية والإخلاص وحبك للموصل وحبك لأم الربيعين وحبك للحدبة يدعوك إلى أنه أنت تساعد في بناء هذا المستشفى. يعني الدولة اليوم مو عاجزة، ولكن هنالك مشاكل كثيرة تقف أمام بناء الدولة. الدولة مديونة، والشعب العراقي من أصغر إلى آخر يعرف الدولة مديونة بسبب الحرب على داعش والإرهاب. ولكن إحنا المفروض كشعب موصلي، الشعب بدأ يبني ما شاء الله، بدأ يفتح محلاته ما شاء الله، بدأ يسعى إلى الحياة. وأنا سميتهم وحدي، يعني ما لي علاقة بغيري، سميتهم شعب التحدي، لأنه تحدوا من أجل الحياة وتحدوا الصعاب من أجل يمشون. وشفناهم هم ينظفون شوارعهم، وشفناهم هم يبنون المهدم، وشفناهم هم اللي يروحون على المستشفى ماشي بدون سيارات مثل الموظفين، وشفنا موظفين يتدين حتى يروح لدائرته حتى يكمل المسيرة. ولكن المسيرة ما تكتمل إذا ما يجي الغني المصلاوي اللي قاعد برا حتى يساعد. مو احنا كلنا هسه مجاهدين الآن، الشعب الموصلي الباقي اللي دي يحاول يعيش ويتنفس مجاهدين، بس ما نريد احنا ذاك يجي على الحاضر ويقول على المصلاوي باكر انتخبوني. ما ننتخبك احنا بالنسبة لنا ما ننتخبك، احنا ننتخب اللي عانى ويانا بالحر وبالبرد وعانى ويانا ببناء هذه المدينة، واللي موجود حاليا بالصحة ويانا يستحق الانتخاب ويستحق أن يقودنا. مدير المستشفى موجود بيناتنا، ما قاعد بأربيل ولا قاعد بأي مكان، موجود حالنا قاعد يخدم. فاحنا نريد من تشوف مدير المستشفى موجود على شاشة الموصلية، نريد أنت تبعث حوالة، أو ما نريد فلوسك، احنا نريد تبعث لنا أدوية للأطفال للنساء للشيوخ محتاجين احنا. وإن شاء الله نوصل إلى مرحلة أنه نقول شكرا لك ما محتاجين، بس هاي الفترة ساعدتنا. إذن أعزائي المشاهدين كونوا معنا في برنامجكم مايك الموصلية حتى ننتقل إلى الردهات إلى مفاصل الحياة في هذه المستشفى، ورح نقول لكم بالحقيقة والواقع كل ما يستطيعون تقديمه ومن جهودهم الذاتية. وكونوا معنا أعزائي المشاهدين. في كل زمان ومكان هناك من يبدع، وهذا الإبداع اللي يبدعه الإنسان ينحني له التاريخ ليسجل اسمه في صفحة من صفحات التاريخ بماء من ذهب. كوادرنا اللي هم مستشفى الشفاء ومستشفى السلام التحموا الاثنان، وبعد عناء وعمل متواصل الليل بالنهار كخلية نحل في نقل الآثاث وبعض الأجهزة الطبية من تحت ركام
أنا دا أنقل لك الصورة، ممكن أنه بهالحالة هاي الركام تحت قنبلة، ممكن أكون مزروع بتشي، ممكن في خطر عليه. هذا العمل من إدارة المستشفى اللي متمثلة بالدكتور فراس ومن الأطباء اللي تخلوا عن مناصبهم وتخلوا عن أسمائهم وعن ألقابهم، واللي يعملون خلف الكواليس ولا يريد يعني وما يريدون أن أذكر أسمائهم. هناك أطباء يجدر بهم أن يسجل أسمائهم في سجل التاريخ، لأن عملوا وشلحوا صدريات ولبسوا بدلة العمل في نقل الآثاث وتنظيفها وصيانتها ودينومتها من اللا شيء، أصبح عندنا مستشفى. فهنا اليوم سجلوا بصمة واسمهم ينحني لهم التاريخ ليسجل أسمائهم من أطبائنا الاختصاص ومن العمال ومن الخدمات ومن الهندسة، كافة الأقسام في المستشفى عملت عمل فريق واحد لنصل إلى هذه المرحلة، والحمد لله وصلنا. نتمنى من وزارتنا ومن المعنيين في بغداد دعم مؤسساتنا لديمومة العمل. وهنا أستغل فرصة تواجد الموصلية أنه أناشد جميع أطبائنا اللي بالخارج ومن كوادرنا الهندسية في العودة إلى الوطن، لأن إحنا محتاجينهم الكل، إحنا محتاجينهم لأن حتى يقدمون خدمة لبلدهم ولمدينتهم. والموصل ما تنبني إلا بأهلها. الموصلية صاحبة فضل علينا، فضل كبير، لأن كنا من نعمل ونتواصل بين فترة وفترة، يصيبنا بعض الأرق، يصيبنا بعض التعب، لكن من نشوف مأساة أهلنا على قناة الموصلية يومية بالتسعة يزيدنا إصرار وجد. ثاني يوم نلاقي نفسنا أنشط من الآخر، وتحدي في سبيل أن نصل لهذه المرحلة، والحمد لله الذي أعاننا الله أن وصلنا لهذه المرحلة. أشكركم شكرا جزيلا لحضوركم ومواصلتكم مسيرتنا الطبية. شكرا. الله يسلمك. شكرا. إذن أعزائي المشاهدين، مثل ما سمعتوا أحد الفدائيين احنا نسميهم، هذا أحد الفدائيين اللي احنا أنا أسمي أكو فدائي قبل، احنا نقول له فدائي، مو فدائي كذا، الفدائي اللي فعلا طلعوا المستشفى من الأنقاض. ونسينا نذكر ممكن المستشفى مفخخة أو بقى أثر تفجير، فعلا الفدائيين يعني يستحقون أن ثمن جهودهم، ويستحقون أن وزير الصحة يجي يشوفهم ويلتقي بهم، يشوف يجي المستشفى هذا يشوفها. يعني ما يعني إحنا لحد الآن ما شفنا رجل مسؤول فات للمستشفى هذا وسجل الاحتياجات. كلها كتابنا وكتابكم، خلينا نبتعد عن هذا الكتابنا وكتابكم وهذا الروتين. اليوم المستشفى من تطلع على قناة الموصلية بكل مفاصلها هو هذا الكتاب. الكتاب المستشفى محتاج إلى دعم كبير، ومحتاج إلى مساندة، ومحتاج إلى الأموال، وثم الأموال، وثم الأموال، وثم الرواتب. يعني مستشفى ما عندنا ثرية، يعني هسه مدير المستشفى يريد يبني له غرفة صغيرة بالاستعلامات، يخلي حرس زين، هذا ما يطلع من جيبه، هو مو مستلم راتب، هو لو مستلم راتب يقول لك يابا هاني من راس بي راح اطلع ابني له الموصل، ولكن انتم رواتب حتى يقدر الرجل من جيبه يطلع. احنا شفنا قبل السنوات انه احد الدكاترة يتبرع من جيبه المريض، يتبرع يسوي العملية ببلاش. عاونونا حتى نعاونكم يا وزارة الصحة، عاونونا، واحد ما نقدر نصفق هسه. حتى يا اخي لو عرس الروح يقول يابا شو العم ما جاي والعشيرة ما جاية، ما يكتمل العرس، العرس الموصل لي شو وقت يكتمل؟ من نتعاون كلتنا، وان شاء الله الحد ما باقي له شيء يتحرر. وخلوا عرسنا واحد بالعيد، عيد رمضان، عرس بناء وتقدم وتحدي. وكونوا معنا اعزائي المشاهدين. أعزائي المشاهدين، مستمرين معكم في مايك الموصلية، برنامجكم هذا البرنامج راح يكون ينقل الواقع، واقع الصورة راح تتحدث هذا الواقع
لهذا المستشفى. المستشفى مثل ما تشاهدون هذا احد المرضى اللي راقد، ونشوف الطبيب هم موجود، ولكن يعني نشوف تحتاج الى خدمات اكثر، يعني تحتاج الى رعايه اكثر. نشوف المرضى هذول موجودين، نشوف المرافق المريض موجود، هذا تشوفون يعني هاي الحاله اللي نقولها انه الاخ يطعم ابوه والدك هو. شوفوا هذا هو، هاي الرساله موجهه عبر شاشه الموصليه الى كل المسؤولين، هاي الرساله موجوده، هذا المستشفى كله موجود. إيه؟ ماكو داعي احنا نحكي بلغه التواصل، هذا التواصل هو الصوره تتحدث، صوره هذا الرجل اللي، ولكن العتب هو شنو؟ العتب انه نريد خدمات احنا لاهلنا باهل الموصل، لهذا الرجل ولهاي المراه، لهذا المريض. هنا هو قسم الباطنيه. مرحبا، شلونك يعني؟ وسهلا الحمد لله. حجي ناخذ من وقتك دقيقه واحده. ما يسمع. الزم المايك، احكي لنا رايك بالاداره مال المستشفى وشلونها المستشفى. والله معامله مليحه الحمد لله وشكرا. يعني ما مقصرين، اهل يطيقون علينا. زين. ايش قد صار لك هنا؟ ايش قد يوميا تجي تروح تشين؟ لا باقي هون يوم، هاي اسبوع تقريبا. اسبوع انت هنا؟ ان شاء الله. زين. تجيب الاكل من البيت انت؟ اي. اكل ماكو من المستشفى؟ لا ما. ماكو اكل من المستشفى. يعني انت كمواطن شوف المستشفى شو محتاجه؟ والله محتاجه بس احسن من الماكو. اي بعد اللي صار احسن من الماكو. يعني مريح اكو مستشفى. هسه اكو. الحمد لله. ايش محتاجين من الوزاره؟ والله كثير. انت كمواطن احكي. والله كثير. هسه شاشه يمك. يعني هسه انا عندي ايكو هوني ماكو، لازم خارج اطلع اخذ. الرجل بيحم فراس هم ماكو، يعني عاطل هم ما بيدهم، يعني الخراب اللي دمرونه داعش. ايه هم خارجي طلعوا اخذونه. ما يعني اللي عندهم معي يقومون بينه هم. الحمد لله ما مقصرين والله يا اخوي، والله الدكاتره 24 ساعه، الممرضين يعني بس تطلع عليهم يرجعون. ادويه ماكو؟ ادويه اكو. اكو ادويه كلها هون، الا ما ندر شيء بسيط خارج ناخذه. موجود ان شاء الله. زين برايك انت هسه طب المستشفى، انت برايك شو تقول مع نفسك؟ شو نريد احنا؟ والله يعني ايش اقول؟ والله اقول الحمد لله اكو مستشفى. الحمد لله والشكر. اللي اتعالج هو. وهذا ابوك؟ الحمد لله. بارك الله بك. الله يخليك. الاب احد ابواب الجنه. ها مو مال داعش. لكن ايه داعش ايش يا مال؟ احنا نحكي داعش ما عنده جنه. هسه انت مجاهد ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله. المجاهد يعني واحد من يخدم ابوه مو هذا مجاهد مو؟ الحمد لله والشكر. واجب هذا، واجب هذا، واجب. اذا اعزائي المشاهدين احنا يعني هذا هو الجهاد اللي اوصى به اليوم. شوفوا اعزائي المشاهدين، احنا اذا حبينا رب العالمين سبحانه وتعالى نحب المساعده، قمه الجهاد من نساعد مريض، من نطي مي، من نساعد طفل، من نساعد امراه، هسه من نحكي انسان تعبان نخلي بيه امل. هو هذا اللي يحب الله خليه يمشي بالطريق هذا. مري العنف، العنف ما يفيد، انتهت. الموصل دفعت دماء كثيره، وما نسمح لاي واحد بعد يخلي اهل الموصل يدفعون دماء كثيره. اللي يريد يضر الموصل خليه يطلع برا. نعم. يعني احد مخلفات داعش. نعم. اللي ضربوه ضربون اللي يعني. انزل المايك احكي لنا. هذا اخويا. ايه. زين. على الكاميرا. هذا اخويا اللي تاذى من ضرب الدواعش، يعني ضربوه واذوه. وحتى يعني سوينا له عمليه اثناء الضربه ماله. زين سوينا له عمليه، واني هم اخذوني هم عذبوني هم كذا يوم. ولاد اخوتي هم عذبونا. ولاد اثنين اخذوهم. ويعني ما خلوا بينا اللي صار، يعني ما سووا بين الانسان يعني عذبونا التعذيب، يعني ما يصور العقل. هو قام يضربوه بالاخمس على صفحته. صارت الضربه ماله. شو وقت هاي؟ يا تاريخ شهر الواحد. اي شهر الواحد. بهاي هيك وقت يعني. ليش اخذوه؟ اي عارضهم. عارضهم كثير امور حتى بالصلاه. يعني عارضهم وجو عليه. زين وضربوه ورا بيومين ثلاثه جو اخذوني لي واخذوا ولاد وياي هم عذبونا. سووا لي يعني سبحان الله بس.
شو يعني شو تتوقع نحكي معهم؟ شو تتوقع نحكي معهم؟ يعني ما يعني مو بشر اللي يقابلك مو بشر وتتناقش معه ما ينطيك جواب. والله مستبد برايه. مستبد برايه لأبعد حد. يعني يا بدي ايش الشكل ترى الشرع ما وصل شيء انت انت كافر انت ملحد. يعني ابسط شيء ابسط شيء يقول لك انت كافر انت ملحد. ويفوت ياخذ القصاص من عندك. أو جلد أو قتل أو تعذيب يعني تصور أنت تسمع برجوعهم أنت؟ تسمع برجوعهم؟ إيه على أساس تسمع تقبل بهم؟ من تقبل بهم؟ يعني هم أخروك خلوك حتى ما قبل الإسلام هم سووك يعني شو تتوقع من عندهم؟ جيد إذا أعزائي المشاهدين يعني نستمر معك الموصل إلى برنامجكم هذا البرنامج اللي ده ينقل الواقع في مستشفى السلام التعليمي وده نشوف هذا المريض اللي شلون صحتك زين إن شاء الله إحنا الموصل أصدقائك وياك الله إن شاء الله إحنا أصدقائك يدورون على ثينا يقتلوه احنا كنا بباب جديد زين اعرف واحد تكلف اخير لي زين زين حكيت عليه قلت له انت بابا فشفش واحد ورايا كلف بيا زين دبر رقبتي ضرب لي عندي بالقاع وضفرني قال لي ليه تجي تحكي على الاخوه الاخوه يا ما اخوه قلت يا اخوه حكيت حكي ما زين عليهم الحمد لله فضل من الله الله كفهم عني قبل أخذوا ولادي وقلبي اشتعل بنار عليهم والحمد لله الله عافاهم نزبوا يعني خلاهم يقتلوهم أخذوا ولاد يقتلوهم ما أخذوا واحد إلا ما قتلوه ما أخذوا واحد إلا ما ركبوا له تهمة باب الله زين يا اخي ايش احكي لك يا اخي مستمر مايكل موصلية بتجواله في أروقة مستشفى السلام التعليمي هذا اليوم الصورة تتحدث يعني حتى ما راح احكي لكم اليوم هذا المواطن حكى وبكل حرية حش على هذا المايك وقال اني اللي صار بيه والحدث اللي صار بيه الزمنا المايك احكي لنا شلون تقدمون خدماتكم للمرضى والله احنا علينا المايك إيه؟ احنا الخدمات نقدمها يعني اتم على اتم الوجه يعني بصوره صحيحه كامله واحنا يعني موظفين عند دوام صار الشهر الخامس لا رواتب لا شيء عن نجي على دين الكرو يعني من العالم تنطينا فلوس ونجي على مجرد ان نقدم انسانيه للناس ونتحمل اعباء الطريق واعباء كل شيء عوائلنا بلا كل شيء من اجل خدمه المرضى والانسانيه يعني خدمه انسانيه لا اكثر ولا اقل واحنا يعني بهذه كوادرنا المتواضعه وبالاشارات اللي عندنا الصغيره جدا والمواد اللي تجينا من المنظمات الانسانيه عن نقدم الخدمه للمواطنين شكرا جزيلا الأخ المواطن هو اللي يتحدث أو الكادر أحد الكوادر المعامل الطبي أحد كوادر هذا المستشفى وخبر ليلي همين ما شاء الله عندكم خبر ليلي همين على مدار ساعة إذا يعني على مدار ساعة 24 ساعة من الصبح اللي ثاني يوم الخفارة من الصبح اللي ثاني يوم عن نسبة الخفارة مالتنا وليش تروح نقلك وعندك لا والله راح ينعلي تشاهدون أعزائي المشاهدين يعني الموضوع وصل إلى ذروته اليوم الموظف من يروح يدينا فلوس التاكسي ويجي هذا لا يحتمل ولا يطاق ولا المسؤولين يزعلون من عندي أنت إذا عضو البرلمان الأعضاء البرلمان خلي أحشيهم يلا راح تشوفوني على الشاشة واللي يزعل خلي يزعل أنت تقدر تروح لدوامك بدون راتب تأجر تاكسي انت لو ما حمايتك وراك يا اخي اطلع كم برلماني عندنا من الموصل ها
المفروض هذولا يجون يجتمعون يجيبون رواتب متبرعوا رواتبكم الشهر واحد حتى ينحل الموضوع. يعني رواتب مال كم برلماني عندنا؟ 35 برلماني 37 برلماني من الموصل تبرعوا احنا نبدي نوزع الرواتب مالتكم يا برات فيهم وياكم. أنا من أسا من السرات بيواكم يلا تعالوا يا شاركوني ماكو حتى ننطي لهذول المساكين اللي دين فلوس التاكسي يجي. لا يطاق هالموضوع هذا. احنا نريد حل سريع حتى هذول يقدرون يساعدون المواطنين، لأن المرضى محتاجين بس، ولكن هذا محتاج ترى ما يجي باشر، هذا من ما يلاقي فلوس من يسأل مرته يقول له أكو فلوس، يقول له ماكو فلوس لأن ماكو ريوق، شلون تروح على الدوام؟ فمن ماكو ريوق من ماكو اكل يروح يقعد ببيته. وهذا فاحنا ما نريد عجله الحياه، اللي يريد يخلص عجله الحياه بالموصل احنا ما نقبل به ولا نسمح له. احنا نريد واحد يعاوننا. يا ما نريد احنا اكو ناس خلونا نقضي على الحياه، ولكن احنا جايين نرجعها بالطيبين. احنا ما نقول الكل مو زين، ولكن احنا نريد همه سرعه انقاذ. احنا نريد هسه واحد واقع بالبير، شلون تنقذ انت؟ غيرت من الحبل. نريد واحد يمد لنا الحبل او يمد لهؤلاء الحبل حتى نخلص الى المرحله الثانيه. ومستمره مايك الموصليه بتنقلها بتجوالها باروقه مستشفى السلام، وراح ننطي المايك مريض اخر او منتسب اخر حتى يشرح لنا حالته. الحمد لله. شنو مرضك؟ زوجة مات قدامها. قدام بالهاوة. بالهاوة؟ اي والله. قدام واطي خمشي حليته. ايه. وقاعدة بصفاغ ليسع. ان شاء الله طيبين ان شاء الله. إيه احنا جايين نطيبكم بالكلام، مرات الكلام هو يطيب. مو؟ ايوه. يلا. ان شاء الله طيبين وترجعين. ها لا ان شاء الله عيني عليش بارده راح تطيبين انت، واحنا ما نقبل توقعين مريضه. ما يضحكون على الشعب العراقي. يا مسحب الدجدم وين السعوديه ما شاء الله تغيرت 360 درجه. تغيرت تغيرت قبل 4 أيام 5 أيام من سحب الدجدم. شلون كنتي؟ بس شلون صرتي؟ يعني انت ما تشوفين نفسك انت متحسنه كنتي؟ تمام ولا ما تمام؟ بس تمام ولا ما تمام؟ ما هي أثرت عليك إلا من الصدمة. تخلصي من الصدمة هاي. ناس زين الحمد لله، راح يصيرون زين إن شاء الله يا ربي وترجعين الأطفال. المشاهدين مايك الموصلية مستمر بتنقله في أقسام مستشفى السلام التعليمي، ورح نبدأ وياكم ورح نروح على أحد الموظفين هنا بمصرف الدم. مصرف الدم هذا نشوف الثلاجة، هاي الثلاجة بها الدماء الموجودة. هاي الثلاجة بها دماء. اليوم تشوفون انتو هاي موجودة، هاي لمساعدة المرضى. وراح نلتقي ان شاء الله بالاخ الموظف اللي في مصرف الدم، وراح نشوف شلون دا يتعاملون يا المرضى وشلون يكون دوامهم والساعات اللي يداومون بها. نشوف هنا هذا السجل واسماء المرضى الجايين. هذا فحص الدم موجود. احنا جينا شفنا الدفتر. السلام عليكم، شلونك؟ السلام عليكم. تفضل احكي لنا. المايك بيدك اليوم. هذا البرنامج اسمه مايك الموصلية. انت اشرح لنا عن دورك، شو وقت تكون على الدوام، وشلون يكون دوامكم. نعم بس المايك قرب هنا. والله احنا بالنسبه لنا مصرف الدم الفرعي بمستشفى السلام نقوم تحضير الدم يعني لكل المراجعين، الحالات الطارئه، الجرحى، الولاده، المريض اللي يجينا اذا حاله طارئه فد مره يعني الطبيب يبعث لنا ورقه نصرف له بطل من يمنا من هنا يرجع هو يعوضنا من مصرف ابن الاثير. اول شيء يجي نعمل له الفصيله، بعدها اذا يحتاج الدم كحاله بارده يعني تعتبر
حضر له بالطريقة الطويلة ويجي يستلم البطل وصل للاستلام انطيمة الدم ويدخل العمليات. هاي السجل الفصيلة، أول شيء الفصيلة، بعدين سجل المطابقة نسوي له، نزل اسم المريض، اسم المريض ورقم البطل وتاريخ البطل، وبعد نسجل الصادرة ونسجل اسم اللي يستلم بطل الدم، لأن يعني هاي المشكلة حقيقة نعاني منها. يعني المراجع يجي يقول أنا أريد بطل الدم، يأخذ ويروح هناك الطبيب يقول له أنا ما قلت لك هسه جيبه، فيرجعوا فتعرف هذا الدم يتلف، لازم يبقى بدرجة هاي ممكن تتابع الثلاجة، تشوف الثلاجة درجة حرارتها 4، ما يصير هذا الدم مني يعني يحمى ويرجع يبرد، ما زين يأثر على المريض. هذا زين. ننتقل هسه للثلاجة، الثلاجة وينها؟ هاي ثلاجة البطل الدم. ايه هاي الثلاجة مال مصرف الدم، مال مصرف الدم مستشفى السلام. هاي خلي هذا رصيد المرضى، المريض اللي يجي نحفظ البطل ماله هنا، الحين تجي الساعة اللي يحتاجها بيه، من يحتاج الدم ننطي له ونصرف له. هذا مصر، هذا رصيد المرضى اللي هنا، وهنا رصيد المستشفى. هذا رصيد المستشفى، يعني رصيد مال المستشفى. هاي اذا تلاحظون يعني صوت الجرس مال الانذار، من تنزل عن درجه الحراره 4 يبدا الجرس انذار، لانه يشكل خطر على الدم. هسه تلاحظ من سدينا الباب، انقطع صوت الجرس. هسه الدم بامان حاليا داخل الثلاجه، من سدينا الباب وانقطع صوت الجرس، يعني درجة الحرارة صارت ملائمة للبطل. وعندنا هاي الثلاجة الأخرى نحفظ بها الأنتيجينات، وكذلك رصيد دم إضافي. هاي نحفظ بها الأنتيجينات، يعني الأنتيجينات اللي نشتغل بها فصائل الدم. هاي ممكن تلاحظ. هاي مال الفصائل. هاي الأنتيجينات، هذا الـ RH. وهذا الأزرق الـ A. هاي الفصائل الأخرى، هاي المتوفرة عندنا حاليا، والبي هم متوفر عندنا موجود. هاي الثلاجة الموجودة.